يؤتى بهم لفيفا إلى فلسطين سبحان الله. ليكون الشرف لفلسطين وأهل فلسطين ومن ورائهم أمة الإسلام في القضاء على الشر المستطير لهذه الشرذمة من البشر، مهما كان في الخليقة من وحوش، كاسرة، من طيور جارحة، من زواحف مؤذية، من حشرات ضارة، من ميكروبات فتاكة، خطرها أدنى بكثير من خطر اليهود. بعد عدد محدود من السنين سيدرك الجميع من الصهاينة والمستوطنين أن مجيئهم إلى فلسطين كان للمذبحة الكبرى التي يريد الله بها أن يريح البشرية من شرهم. عندما تتحرر فلسطين ويعود إليها أهلها وتكون كل هذه المنطقة قد تحولت بفضل الله ورحمته إلى ما يعني أستبشر أن يكون اسمه الولايات المتحدة الإسلامية، يعني هذه منطقتنا إن شاء الله، وستكون أرض فلسطين هي عاصمة الخلافة الإسلامية، وتكون كل هذه الدول هي ولايات تابعة لدار الخلافة. وبناء عليه عندئذ بإمكان أي شخص يعني من أهل فلسطين أن يقيم في أي منطقة يشاء، لأن أرض الإسلام كلها أرض لكل مسلم إن شاء الله. إلى أن يتحقق ذلك يجب رفض كل مشاريع التوطين أو التجنيس أو حتى التعويض قبل العودة.